بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا الله سبحانه وتعالى جل وعلا مهدس كله ولوحي نكوك ذجرنا متمرك إسلامي قاها أي صودياريين مراكز إسلامي قاها إسكندنافيان كا ما ننتي صدحات إيه محاضرة دي صدحات أي عوان كيذو إيهاي الفتنة امتحان للإنسان فتنة دو وحي أطهي امتحان بناء آدنك أو نو أقرن أيه أو نو سوجيدين أيه ولكن والدكتورنا الفاضل دكتور عبد الرساق تكر موضوع أي نسي وذا في عنا نو وذا لجيسنه وموضوع آدي آد مهم أه وقت وحين كجرنا في الندى أي بضتي مركا وحن كسو ورجينا يا فضيلة الشيخ دكتور عبد الرساق فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والقنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة صلى صعوتان هدين بن آدم نهاي إلهي سبحانه وتعالى ayaa inaga iyo kownkan waxa ku nool oo dhan abuuray ilaahay subhanahu wa ta'ala khalaqana una abuuray wa razaqana subhanahu wa ta'ala wuxuuna na siiyay nicam fara badan oo aan la soo koobi karin nicmooyin fara badan oo aan la soo koobi karin buu ilaahay nuu galadaysay subhanahu wa ta'ala ilaahay wuuna abuuray isagoo aan nala tashan abuurkeena aan nagala tashan isagoo awooda inuusan abuurin iska keendaayo وصنع أبو رنبا محايا إلهي سبحانه وتعالى قني عن العالمين أبو رتان كان وحدنا وكلها وإساق أي فائدة وجرته مجر سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى قرآن كوحو كل يهي ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا كلمتشان مركان أبوري سماوات كي يقولك إيه لفتي والمركان أبوري كلمتشان إلهي وونا أبوري سبحانه وتعالى مركونا أبورينا وونا كرامي كراموين بدن أيونا كرامي إن بدن وخلق جيسا كلاهنا وونا قفطين سيدي إلهي بقرآن كويري ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر إلهي سبحانه وتعالى وحنا قفطين إن بدن وخلق جيسا كمدا إلهي عبدهن آدم مركو أبوري وحو أمر ملائكة سكرامته إني أسجودان تكريما للإنسان وتو أمر إلهي سبحانه وتعالى وملحتك هذا الشيطان كنا إني أسجودان إلهي وحنا سيه سبحانه وتعالى نعموين فربضان قرآن كإلهي وحكوش ياغي هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وحقول كيال أوبن إذن كاليين جميعا بالغ عبر هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وحول بقول كدوشي سأه إلى هاي تكريما لبني آدم سيئو انتفاعان ابن عباس حبر هذه الأمة صحابي وينا مركو فسيري آيادا وحيري وحيري إما انتفاعا وإما اعتبارا وإما اختبارا إلى هاي وحنا أبوري سبحانه وتعالى وحيالها قولك دوشي ساران أوضان إما انتفاعاً إنهم كو انتفاعنا إنهم كو انتفاعنا معنى الحو إنهم استعمالنا وأن كون راحيصنا وأن عنو وأن عبنو وأن يا وإما اعتباراً أما إنهم كو عبرق عضنا وأن أسو دليل سنة إلهي أودي سي وحدانية سي قودي سي أن أسو دليل سنة وإما اختباراً أما إنه إلهي نقو اختباراً وامتحان وحق الكيال أوضن إلهي سبحانه وتعالى وحو أبوري إنقو نو أبوري لما صلح دينا درادد أيو إلهي أبوري سبحانه وتعالى إما انتفاعا إنهم كو انتفاعنا ونبي آدم آبهن عليه السلام إلهي مركو چندي هوري لغا سو ساري مركي دنبه مركو شجرة دعوني مركو إلهي چندا كو بيري
waa tii ilaahay uu ku yidhi ina laka anlaa tajuuca fiiha walaa tacra waanaka laa tadxaa waanaka laa tadma'u fiiha walaa tadxaa. Ilaahay subxaanah wa tacaala jannadaas markuu ilaahay dejiyey wuxuu nebi aadam u ballan qaaday usuulu almanaafic, sida culimmadu ku dhaheen waxyaalaha nafciga bini aadamka ugu jiro, waxyaalaha asalka u ah, asaaska u ah, oo maxay tahay oo loo ballan qaaday aadam, anlaa tajuuca fiiha walaa tacra, intaa halkaa ku nooshahay ma gaajoonaysid baa la yidhi, mana marasho la-aanaysid, dhar la-aan ma ahaanaysid. Culimmadu waxay dhaheen waxaa la isku raaciyay labadaas, laanno labadaa qofku markuu waayo waxaa ku dhacaya dhullu albaatin wa dhullu aldaahir. Haddii gaajo qofka ay qabato dhulli baatinaa ku dhacaya oo khushuucayaay oo luudahayaay rafa, hadduu dhar waayo ama dharkiisu uu baali yahayna dhulli daahir oo muuqdaa ku dhacay. Waxaa kaloo ilaahay u ballan qaaday an laa tadma'a fiiha, inaadan oomin, walaa tadxa waxa weeye waa qoraxda barqankii ah, bimacnaa waxa inaadan sakan la-aan kugu dhicino meel aa qoraxda a ka gashin. Marka ilaahay wuxuu ballan qaaday alakl washurb waallibaas wa asakan oo macnaheedu uu yahay wuxuu cuni lahaa, wuxuu cabbi lahaa, wuxuu xiran lahaa, iyo meeshii uu degi lahaa, inuusan meel cidlaa uusan degin. ilaahay subxaanah wa tacaala markii uu ka soo saaray jannadaas oo dhulkan keenayna manaaficdaas laftiyeeda xagga taallay buu ilaahayna halka kan subxaanah wa tacaala uga sameeyey isaga iyo dhuriyaddiisii. Waa meesha uu ibnu cabbaas ka leeyahay manaaficda dhulka taal oo dhan ilaahay baa noo abuuray imaa intifaacan, inaan ku intifaacno, inaan cunno, waxaan cabno, waxaan xiranno, wax aanu hadduu alla kuu roon yahay aynu dhisanno oo aynu guri ka dhisanno, ama dhagax ha ahaado, ama geed ha ahaado, ama caws ha ahaado, ilaahay wuu inoo dhigay subxaanah wa tacaala. Haadii marka waa waxyaalaha ilaahay nicmooyinka oo inoo dhigay, waana taqdiyatu wax walba oo jismigu uu baahan yahay. saad la socotaan, insaanku waxa uu ka kooban yahay oo ilaahay insaanku sida culimmadu tarbiyada iyo qeyrkood markay ka hadlayaan ay sheegaan ma ahan kaa'in ama noole caadiya maaha, noolayaalka kale la mid ah maaha. waxyaalo zaa'id ka ah noolayaalka kale ayuu ilaahay subxaanah wa tacaala ku karaamay. insaanka saad la socotaan waxa uu isaga rakiban yahay saddex shay oo midba ilaahay uu subxaanah wa tacaala wax ka abuuray. mid waxa weeye waa dhoobadii aabbaheen aadam laga abuuray, waa turaab oo jirkeenna ka abuuran, jismigeenna boodhigeenna ayaa ka abuuran boodhiga, hadhowna waa iyada la aasayo oo ciiddii laftigeeday ku noqonaysaa. minha khalaqnaakum, ya waatu ilaahay yidhi iyadaa idin ka abuuray, wa fiiha nuciid wa minha nukhrijukum taaratan ukhra. qaybta kalena waa waxa la yidhaahda ruux, oo waa shay qaybi ah oo min cindi illaahi subxaanahu wa tacaala, cid taqaana aysan jirin, ilaahay maahane subxaanahu wa tacaala. yas'aluunaka can ruux, quli ruuxu min amri rabbi, ilaahay xaggiisay ka ahaatay, uma jeedno mana aragno ruux. midna waxa weeye waa midda ilaahay kaa'inaadka kale oo dhan uu uga dheeraysiiyey bini aadamka, oo waa caqliga, waa nuur ilaahay uu dhex geliyey bini aadamka oo xayawaanaadka kale oo dhan, waana meesha culimmadu ay dhahaan manaadu attakliif. qofku waa aragteen haddii uu caqliga ilaahay uu ka qaado majnuun uu noqdo ama uu saqiir yahay, caqligiisu kaamil ahayn, mukallaf lama dhaho. bini aadamka marka ilaahay wuxuu ka abuuray saddexdaas shay mid walba qadaa ayay u baahan tahay, qado cunto ayay u baahan, waxay ku noolaato saddexdoodaba wax ay ku noolaadaan bay u baahan yihiin. mid keligiis haddii faraha laga qaado iska noolaanaya ma jirto. jismigu wuxuu u baahan yahay wuxuu ku noolaado, ruuxdu waxay u baahan tahay waxay ku noolaato, caqligu wuxuu u baahan yahay wuxuu ku noolaado. haddii kale caqligu wuu dhimanaya. waa tii hadda laga sheekeynayay, walaalka uu ka sheekeynaya caqliga waxyaalaha dila iyo waxyaalaha, caqligu wuu dhimanaya. si qofka haddii xabad lagu dhufto, qofkii jismigiisiiyo nool oo xabad lagu dhufan ba caqligiisuna gooni u dhiman karaa. marka jismiga ilaahay wuxuu uga dhigay wuxuu ku noolaado manaaficda hadaayata aan sheegaynay ee nebi aadam ilaahay jannadii horena u diyaariyey adduunkana ugu diyaariyey. waa meesha ibnu cabbaas uu ku leeyay imaa intifaacan,
وحي جسمي وكو انتفاع لها وعبي لها وعون لها وعب وإلهي بقول لي أرلضة وإما اعتبارنا وحوي خلق غافرها بضن نفع يضر منا لقيا بين سنة وشرين أنا كفى إذا سنكرين أما أي سمار يا مجرات كاس هودا سر حدقها يا مرها يا مارت أينو أينو قارين أنا كفى وحصورنا وحوي إنا كعب رقع لنا إلهي إنه واحد يهي أود بضننا ويهي سبحانه وتعالى متك كلا أو شيرين كليرة ابن عباس أو إما اختبارا أويري وحوي وحيا ربنا أو إلهي أقولك كو أبوري وأنا ماشي محاضرة لأن الفتنة موضوع أنا كهلا إنه الفتنة وحيا ربنا وحي كلا إلهي سبحانه وتعالى وكو أبوري أرلدان وكو أبوري سي إنها معركة نولوكو اختبار ابن عباس آيدا مركو فسيري هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا واحد لكاس لغو أبوري أردن إلهي وحونو أبوري إنا أما كو انتفاعنو أما إنا كو اعتبار قادنو أما إنا لكو اختباروي أما إنا لكو اختبار وحبضانو إلهي سبحانه وتعالى وحقو أبوري إنونا اختبارونا جربو ووفيريا متك إيمان كيسو دبيهي متك إلهي رومينيا متك أتكيسانيا وحبضانو نولكو اختبارينا قاركو نفع بابو نوغو جرب مصائب تقاركو وحا جرب مصيبكو قد عيس لكن أي أديك فائدة أخروية كوغو جرتو بل دونوية إني كوغو جرتا لغيارا موت كو كالهدى الموت موت كوا اختبار موت لمشهدو لمشهدو إنا لمنه واختبار وأنا مصيبه فأصابتكم مصيبة الموت وسير إلهي ومصيبه موتكم ومصيبة بإلهي بإلهي بكتل ما لكن من كإلهي وحليه هو الذي خلق إلهي سورة الملك بلو قيدة تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الابتلاوي إلهي موتك وحو عبوري إنو إذكو ابتلايو إذكو امتحانو لكن موتك دنبان وقو جرت موقتي كورنا دي كوكب كان يركا دول كان يركا كوبان إلا إيا آدم دادكي جوغي هاداي ما انتكو نوران لهايان كور ميل أكو سحاروطي ميل آد قشيد بواي لهاي وارك دادكو حوالا مركي ميل أسو قحان بوق كدعا هذا حاجك عادي عمرك من الله يسقطه هل مليون لو مليون سدح مليون من عمرك يسقطه مسقوله ميلا قشاد وايسا رفاد لكن كور هندي لولك أي شوق لها إلى آدم ضدك إنه ولا هدي شوق لها إن كور مركا واختبار ويا لكن دم باكو وشرته إن قف كان رافيا كاري سبوس كأد وسي راح يستيد كور كادم بيانه وسي راح يستان وعليه اختبار مركا وحيالها انكالو إلهي او كونكو كو أبوري لبكو أي كتشيران سيدا سنتو كالأيو هدو ألاكورو حيوانات كان دادك عنو أو كالا سيدا لباحة رواقة مسكة كان عادة وحسو اختبار أيا لغوغو اختبارية أديقة أيا لغوغو اختبارية وح إلهي اوكوغو اختبارية اختبار كوحو وامتحان فتنة دو معنيه دو الفتنة معنيه دو حوية والابتلاء والاختبار والامتحان معناها سنو اسكو دوين قفكا وخي لوو ابتليو لوو امتحانو لوو جربو لوو ديبو ايا ليراهدا فتنه باليا فتنه معناها اساسا مرك الهي سبحانه وتعالى دارتان دار الدنيا الهي وخه كدغي دار الامتحان دار لسكو امتحانو ايو كدغي ميدا اخره ميدا دارتان ودار الامتحان والعمل باليراهدا دار الاخره ودار الجزاء والمحاسبه دارتي وحوي ليس حسابين لا محا وحا اسميس ادونك ماركا جوكتي وحا ما سميسي سلادي ما توكتي دتك ما عرفت ما نبت جليسي وا لو حسابينيا كدبنا جزاء وا لو ابال مرينيا مالك يوم الدين الله ما يوم الدين ويوم الحساب اله ما انت اسله اينو وانا مرو ماركا اينو فاتحه اخرين بهنا دهنو ما عرفت مالك يوم الدين ماركا دارتان ادونكو سير ودار الامتحان والعمل وحوية دار أما مال نذكرهم إنا عمل لني معدنا تذكر ماك قارنا عمل صالح إلى إيماني عمل ونكسل قارنا عمل حنب إلى إيمانيا وهلو آخره معركتي لبوين وقيسني
موضوع عمرك أنه كهالينه والابتلاء والامتحان يا إنسان كسيدة ومعركتي لازم كأقوية هاي يا واحد وحكت هارون دونا إن شاء الله تعالى فتن كا دعها هي هذا الزمن كان لتشوجو يا قفك مسلم كسوء كشامن لها يا وسائش قفك معركتي مسلم كا كعاون إيسا إن وفتن كا كنا بتجلو أيان وحكت له دونا إن شاء الله تعالى إلهي القرآن كواحد وكل هاي واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب إسكا إلالية وكدكتون هذا فتنك أو فتنك عمرك أي دعان فتنك أنا أسباب تيدا الذنوب توي دنبيدا دنبيدا دعوي ما عرفتي دل هدوي ماذا دع هدوي ماذا أخلاق حما ديت ماذا فتنة أصدتك سوابي كالغوت كل عميسي بلشدة أردن أي أصيبسة واتقوا فتنة فتنة إسكا إلاشة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كوي ظلم يسيبي كلية كل عميسو هذه الظلم ويمادة عدالة درتي مادو إلهي الروب كيس أيوها يسنية وحا مرتا بولك كو أومية كي ظالم كاها يكي كرعان ظالم كاين يبهائمتي حيواناتكي مركا فتن كوان إلا غهر تغوي وماشي الدين تين إسلامكو أي تشديسي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كوا فتن كقوانا ينقع أنت لأسكا قبتو هديك لدون باولا صارنا دون تينا وانا لو لعارينيسا هدي دون تو عاريدانا وحاويه وحاويه تغينا ماركت بدانا وضا لقيسا مركا إلهي وحليه فتنة لأسكا إلالش نبي يقول صلى الله عليه وسلم حديثك عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وحيتي نبيك وحكود عيسنجري سراد البقلاشي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحياء وفتنة الممات إلهي بكنا بتقلشري سراد والبا مركو تشهدك أما التحيات كأخرستو قلاشي نبيك متكترين أفرتاس إلهي كما أنقل مركا وحا أفرتا كمدة فتنة المحياء والممات إلهو نرشى فتنة ده بان كامان قالي إيو قبرقة إيو وحي كدن بي فتنة ديس قبرقة نوالسكو فتنة يا آخرنا فتنة وين باتال وعذابك أماركتي فتنة دو مركو قرآن كوكاها الله يو بلنا لرم معانو أيا أقوبة إن بلن بي قرآن كي سنة دو بصورة قد كلمة فتنة معاني بلن بي لادهي أو كفر با كميد أو هدو اختبار با كميد وحيال بلن با كميد لكن بلنا معاني دا قرآن كا لبا ايا اقوى وين الفتنة إن لو لكي دا الاختبار اختبار كنا وماش سوال امتحان كدا ولا وكل اختبار امتحان ولا وكل عربي لكن سوال دو امتحان با استعماشات ها أرداد امتحان بليين بيدهان عربتون واحدة أرداد اختبار بلي وإن قفك الله تشربه أرضا يقام حاق امتحانكو ياهي وإحي أصوب برتيبا لغو تشربه يا إنو رون وح أصو أخيه إنك له إنو رح صوب برتي إنك له أيا الله تشربه يا وما عرفتي وإلا تجيابين يا وإلا تستقرين يا مركة اختبار وماشي إلهي كل وكير سبحانه وتعالى خلق الموت عيد هداية آخرين يني خلق الموت والحياة ليبلوكم ليبلوكم معنا ذا ليختبركم وي إلهي موتك يوحو أبوري ينرشا ليبلوكم أيكم أحسن عملا كين عمل كيس وناكسن يا سي إلهي أوكل أغاده كين عمل كيس وناكسن يا علم الله حكف السرين أي كيس عمل كيس ومخ إخلاص كأويه لبقف بالغاية منين تكوني منك إسكفر تكوني كان لبرك عدت كذا كان لبرك عو إنه كان وفضل بدنياه لأنه عمل كيسة إلهي درتيس بوسمية كان ماشي إسكتيري وحلا مده إنما أموالكم وأولادكم فتنة إلهي وحير أولاد مالكين يعرورتينه ووحلا إذنكو اختباريه وحلا إذنكو امتحاميه وحلا إذنكو شريبيه مالكين يا أولادين لبرا أصبع مركا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون قاركين قارك كلا أيام كو امتحاوينا كو تربينا كوا كوا إلهي كو صلى ضيا إنا تسبرتيد إيا إنكا لسي الله إيهو مالك علماء ذو واحد دهان نوع عاس اختبار كأه أمان إيا أمان لآن أما عاي مدنا ماهان
ee waa qof walba sidii uu uga soo baxo wey dadko dhan waa la jarabayaa qofkii imtixaankaa ka guulaystana waa ammaanan yahay qof ku dhacana markaas waa waxa weeye wuu ceebaysan yahay maarag macnaha labaad oo fitnadu waxa weeye alfitnatu can iddiin waridda canhu inuu qofka diintiisa laga fitneeyo qofka towxiidkiisa laga fitneeyo qofka salaadiisa laga fitneeyo gabadha xijaabkeeda laga fitneeyo qofka in diintiisa laga fitneeyo oo diintiisii maaragtay fitno ay ku timaado oo diintiisii inta la imtixaamo ama maskaxdiisa hala imtixaamo ama ha lagu khasbo ama brainwash waxa ladhaha lagu sameeyo markaa qofkii uu diintiisii maaragtay intuu ka baxo ama munaafiq uu noqdo ama mulxid uu noqdo ama qof bidco ku dhacay oo shubha ay ku dhacday uu noqdo taasaana ka daran fitnadii hore fitnadii hore midaana ka qofka diintiisa in laga fitneeyo waa fitnada ugu weyn ilaahay uu yidhi walfitnatu akbaru min alqatli qofka in la dilo waxaa ka weyn in diintiisa laga fitneeyo qofka in la dilo waxaa ka daran in diintiisa laga fitneeyo haa marka fitnada weyn oo uu aada dadka muslimiinta mar walba lagu ducaysto allahuma laa tajcal musiibatana fii diinina haa ilaahu musiibada iyo fitnada diinteeda ha naga dhig waxa kale oo dhan waa laga soo kaban karaa hadday musiibo kale kugu dhacdo ama ilmahaagu dhinto ama waalidkaa u dhinto ama maalkaagu u gubto waa ka soo kaban karta laakiin haddii diintaada ay musiibo kaaga dhacdo iyo fitno waa wax aada iyo aada u xanuun badan wey qur-aanku marka xaqaaiq buu sheegayaa ku saabsan fitnada xaqaaiq waxa weeye facts ama waxyaala la taaban karo oo fitnada ku saabsan oo aada u qaadanaysid sidii maaragtay wax ah principles ama rulis ama qaacido camal aada u qaadanaysid qur-aanku wuxuu noo sheegayaa qofka oo mixna iyo ibtilaa iyo imtixaan uu ku dhaco horta midda koowaad inay insaanka wax laazim ah ay tahay adduunyadan ma ahan meel lagu raaxaysto siiba qofka mu'minka ah mundu qofka uu qadameynkiisa uu soo dhigo qofku marka uu soo dhigo dhulka uu yimaado ya marka uu yimaadaba fitna ayaa u bilaabanaysa yaa ayuha alinsaanu innaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqiih waa daaru lkadx alkadx huwa alcamal qofna camal wanaagsan buu samaynayaa qofna ilaa xataa yulaaqii rabbahu ilaa uu rabbigiis uu la kulmo subxaana wa tacaala qofku markuu yimaadaba culimmada qaar waxay dhahen ilmuhu waa aragtay badanaa markii hooyada laga soo qabto uu dhasho isagoo qaylinaya ayuu soo baxaa badana iyagoo ooyaya daatan iyo dhibkeeda ayuu la ooyayay rafaadkeeda meeshiisii hore u jeclaan lahayn iska joogo dhib ma lahayn dagaal ma lahayn keligiis baa mamlakadaas isaga galgalanayay walidaalika waxaa la yidhi qofka bini aadamka ah waxa uu soo maraa afar daarood qofka bini aadamka wuxuu soo maraa afar daarood afar meel buu kusoo noolaadaa iska dheh meel walba tan hore ayaa yar tan dambaana waa sacsan laakiin bini aadamku daarta horeu mar walba jecel yahay baan yidhahdaa midda hore oo yar ayuu jecel yahay fahmaysaan hadalkaas dadka yidhi ma fahmayaan bini aadamku marka hore wuxuu kusoo noolaadaa hooyadiis raximkeeda raximka hooyadiis sagaal bilood ama ka yar buu ku jiraa dadka qaar baa lix bilood ku jira qaar ba doo bilood adu sagaal bilood baa ugu badan raximkaas halkaas calooshaas dulumaatun thalaatha ayuu ku dhex jiraa raxim buu ku jiraa raximka calool buu si dhex jirtaa raximka dhexdiisa biyu kusi dhex jiraa halkaas ku dhex jiraa halkaas marka uu ka soo baxo oohin buu la soo baxaa wuxuu la ooyayaa baa la yidhi wuxuu ka yaaban yahay meeshaan adduunyadan iyo waxa meeshaan uu yimid ayuu la yaaban yahay wuxuu jeclaan lahaa inuu raximkiisa isaga jiro laakiin markuu naaska hooyada jiqo xoogaa confalagas iyo caano isku darsado oo xoogaa oo adduunka joogo haddii la dhoo raximka hooyada ha lagu celiy miyuu yeelayaa ma yeelayo adduunyada ka tag haddii la yidhaahdana ma yeelayo qofkii la yidhaahda waa lagu dilayaana waa walwalaya nin baa hadda ka hor nin wariyaa baa wareysanaya nin soomaaliya waxaan jiraa buu yidhi
الله نحرس عوكا يا وريسني وانين جبوتي سؤال جبوتي بقول إلى تين سديدة يعني كذا مركز هذا لبلاه بويديه ويحكي الأدر هذا ما تعلمه هيد إن هاد واحد بلاه بعليه هاد ممكن عتكون وريد إن هاد إن آخره دلوس عسلسي عادي ويقول ما له مال واحد كاره رجال نوعين لقوم دق دقه مال واحد كاره رجال نوعين لقوم دق دقه مركب بين عالمكو دارتان الدنيا ذا أيوة شعرانية وماشي لواط وكونوا لي هايوي لكن دار كلو كوين باكو حكته أو دار البرزخ اللي يراد وقفوا مركو لنتو أو قبره أو قله ملايين سنة ضد بقبره هذا كتيرة كمانان سنة إلى قيامها لا جاري يا دار البرزخ بالي رهلا ودار أما النعيمة الراحة دون كفي عنها أنا نقول الحين وقفكم نورامي لا ولا عمتكم ها قفكم بين عالم كا هدوية قف تقي أو ناكسن أو خير له فتنة يكمل من جليا إلى هاي بروح أفرج درشت كنا الله غفريا روح ديسي أيار راح يسانيسا روح ديسي أيار راح يسانيسا هدي ويا هاي ميد خير درنا أما كافر أما منافق أما عاصي نارتا ميلي روغ فريا مركاسوي بو كديدنانيا سوورن كديد ينول خن بو كنولاني دارتاس وا دارتا سدحات وها كوسي حكتا دار ليرا دار الاخره اخره يحو وا فاينل واي وا مش ودن بس ميل دم بو دار دم بو كدم بس ما جرت دار الاخره باب لوت المامي دارتي ودن بس دارتاس مركا الهي وحو كوت المامي خالدين فيها ابدا دار الخلود والله اما اما النار بو كواريا أما كأنه كواريا هدو مؤمن يهي أو عاصية كأن نارت كواري مايو لكن هدو كافر يهي أما منافق يهي نارت كواري مركا الدنيا دانوا دارو المحنة قفكو مركا ويمارو امتحانكو على الصعداء إلهي ويحيري يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقي تاسوا حقيقة حقيقة اللي بعد القرآن كنو شيقي وحوي الابتلاء والاختبار سنة إلهية إن ليس ابتلاءه أو ليس اختباره وسنة إلهية ومرحلة إنسان كأمره لازم إنه تابته معركة ابتلاء ابتلاء هسمرك أم امتحان كاس أم هنقضوا ابتلاء امتحان فردي أقفأه أما أمدى إن لامتحامه سيدا أمدى الصومالي أمدى الفلسطيني أمدى عالم إسلام إن بدولك أمدى إن لامتحامه يا أو لابتلاءه أما فردي إن سبع قفوا تعلي هاد إنتي مالك سبع إنتي وحانو صدي عدو باع عيسدي وهكذا مركا تاسنا وامد إلهي وليه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا يا آيدك القرآن ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ما وحدتكم مليين ومؤمنين بأنها كيلو يغتقوا عن الامتحامين إلهي وحيري وامتحامينا ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وما دي كهري وان امتحان قاربا ايو نول نول هلكا انت ماركتي من شار لو لقبتي شركودي لك لبا لوكا لنبال يا نبي مركي صحابة دو يمادين اسو كعبة هوس كذا فردي او قريش اي صحابة اي دبين واي اسو دعوودين خباب يرق بلان وماركت وعفد المسلمين تا واي دين يا رسول الهي نوبر الهي نوبر قار نوبر وحي النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا صبرا دينتي نكو صبرا ومديدي كهري لبلان او انت اذا هيستا كبلان بالا سو غاري با سو غارتي قاركود هلكاسا انت من شار لغا ساري ايا لبا لو كلا نمبر قاركود وحا فرغيت دبا ايا جيركود لوغو شنلي ايغو نول نول قاركود سيدا اصحاب الاخدود او الهي قران سوره دن كسو دجي ايغو نول نول با توغ دبا انت لو شيداي با توغ دبا لوغو دادي دمركي عرورتي رغي وخي بدا مرك دينتي نكو صبرو النبي صلى الله عليه وسلم فتنك فتن بدن با مؤمنين تي هوره نغه بدن ايا 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 سو غارتي ري بني اسرائيل مركي عجلغا عابدين اقتلوا انفسكم با ايغو اسدله نيم ولبا كان كلا هديلو بالي هذه فتنه عظيمه مركا فتنكو دارتان وا دار الفتنه وا دار الاختبار قران كون انكا سوست ايو كحريقه ارنك كلا قران كو شيغيو اسنا حقيقه واه وي واه الهي نوغو فتنينيو يسوى عدلقي سيء حكمتي سيستعمالي يا الله سبحانه وتعالى إلهي وحو كالي
وحان كرنو حسب استطاعتنا. إلهي سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلهي نفكم ما كلف وحي كرتمها وحي إلهي أول أكسيي با وحلقا قالنيا سي لو إيغو إناد إلهي كشكر ذيد إناد عاد نقطيد قف معرتي قيل قيلية شلواتان لهين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. قفك مؤمنك سيتويشن كست يا حالات كست كتير وخير إن هدي نبو سو جارو صبر فكان خيرا له. هدي واحد وناكسن وسو جارنا يا نعمة يا خير وناقو هلنا شكر فكان خيرا له. قفك مؤمنك وأساس ويتبع عديس إلهي وعليها ليبلوكم فيما آتاكم يا ليبلوكم إلهي وحدك ابتلين يا إنكم امتحانيا وحي إذن سيي عروبك سيي المك كقاري يا كسيي أول الماء إلهي سوكم سين مال كاجي أي أمارك تخساري دونتي أي واحد جارين بس يا كسيي مالك أول بإلهي وكسي وين أدرين تيد لا لله ما أعطى وله ما أخذ يا مركا إلهي سبحانه وتعالى وحاؤنا ليها وحاؤنا كيب تلينينه ووحاد كرتان وحاد أود تحت وحاوي أودينا وحكا بحسن معه فيتمكو مركا أنواع بذن بيليهين علمات السيارة بذن بأوقي قيمين لكن ابن قيم وحيري فتنة شبهات هي فتنة ماركتي شهواتوي فتن كبني آدم كوي مال يا فتن وشبهات هي فتن الشهوات تنشبهاتك أيانا آد أدرا تاس أي آد أدرا أسبابها ضدكو إن يكون عام فتن سيبا الفتن في الدين قفك إنو الدين تيسا كفتنو أبو أو أينو هدايتا أينو نريه يلا أدرا قفك إنو الدين تيسا فتن يدباتا أي كسو قارتو أسبابها كينو يبغيه نبي صلى الله عليه وسلم وحو نوغدغي فتنك اي ان ان ادوانو فتنك اي ان وحو نوغ بوري ان كدروغنو وحيار وحكستا او فتنه نو دوين كرتا اما سبب كرتا اني فتنه ماركتي اي دعدو علماء الاسلام كنا وي نو سو غوريين احاديث تيني محمد صلى الله عليه وسلم كسغناتي كتب احاديثه بخاري مسلم أبو داود مسند إمام أحمد ترمذي غير كود لمانتود كتاب كستا أو كتب هذا السنن كأه يصحح هذا أه مسانيد باب لن أما كتاب لن أو كتاب الفتن له أيولي كتاب لن أو ليه كتاب الفتن علماء أصبحوا ينقصوا قد بينين أحاديث تاسي نبي جينا كسبناتي سعي نقول نقطة أحاديث تاسي نبراس أما واحد إنه كدولنه او فتنك داشان نوغان نقضا او اينو دوكسنو وقتيغا فتنكو اي دعان مارك مركا قوفك مسلم كا وحا هبون ولي بسمن كان او فتنكو بدايهين علمات اي دعادة حتى باب كاس ان لصوهر مريو او ضدك الله اخريو كتاب الفتن في صحيح البخاري اد بمهيم ويا اي وقيل كيس بكتبه دكالي اي سنن كي صحيح هذا ان ضدك الله اخريو سي اي وقاشان تان لانو سمن وحان كترنا أسباب تفتنك كانت أي آد وبدانتها نبي مرك صلى الله عليه وسلم أسبابها فتنك كان مرك نوشيري وحكا مدأة إنو قفك ونقضو قف فتنة أوديار قريسان ويساقو هربو ذا مروالبا ومركي وحدعان أما قيلة دعضو أما لبا إسدشو أما لبا قبيل إسدشو أما ميلاها فتنك أي كدع عيان دقال لأهلي ها أهالين أما ميلاها معاصيد الله يا أهالين inu qofku isagu meeshii u doonto waxyaalaha qofka inuu fitnada ku dhaco keenay ba kamintaa inuu isagu meeshii fitnada aado ama wixii fitnada keenay uu aado waxyaalaha inuu fitnada ku dhaco halu diintiisa ay khatar gasho ay kamintaa nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiixa oo bukhari iyo muslim ba ay wariyeen satakunu fitan aakhiru zaman ka fitan badan ba ahaanaysa buu nabi sallallahu alayhi wasallam alqa'idu fiha khayrun min alqa'imi midka fitnadaas كفرديا وحو كخير بيني متك أتاعن في تنادى متك أتاعن وح كخير روم متك كفريستا يا القاعد فيها خير من القائم
والقائم فيها خير من الماشي كان استاغي كليه لكن او دقاقين في تنبا ميل كدعس هو يستاغ لكن هو دقاقين ميدك او دقاقاي با كسي دران بيو نبي صلى الله عليه وسلم حكي ميدك اادي با كسي دران والماشي فيها خير من الساعي ميدك او دقاقي ميدك او اردي با كدران ما فتنه او ارديسا يا هذا كور ني شيخ حنو شيغي waxa ka dhacday hadda koor qisa ajeeb leh Soomaaliya xamar fitankan waa aragtay qatliga iska batay dhibki iska batay dadka xataa wax dilaya hal koox ma aha boqolaal shaadiin baa wax disho oo kala gadisan nin baa wuxuu arkay nin ordaya oo kuwa aysanayaan markaas intuu orday meel buu fadhiyay wuu booday isagiina intuu booday intuu aysanayo ninka xabad ku dhuftay markaasuu ka soo noqdo waniga dishay maxaa ma aqaan buu yiri iyo caysanayaan arkaybi iyo caysa kulli balaayo ahaa buu maxay caysani inuu wuxuu halayaa nin miskiin oo kuwa ka carray oo ahaa cidna wax ma weydiina laana fitankiibu hor orday ninkan waa qisa dhacday oo xaqiiqa marka nabigu wuxuu yiri qofka maashigaana wuxuu ka khayr badan qofka saaciga markaasuu nabigu wuxuu yiri man tasharafa laha tastashrifuhu qofkii qoorta u taaga iyaduna way soo doonay oo soo laacaysaa fitnadu qofkii ma aragtay qoorta u taaga markaasuna wixii waman wajada malja'an aw ma'adan falyacud bihi qofkii fitnada meel uga gabado heli kara ha ka gabado ha walaalaha ninka mid a maanta wuxuu lahaa anoo wadanka joogo business ah oo fiican baa dhib dagaalla ahliye iyo balaaya xagga iyo xagga ka dhacay waa ka soo cararay buu yiri si fiican buu sameyey wax fiican buu sameyey لأنه ميل أو عرفت فتنة هذا هي اللي لكن يدنا واحد خطر هنا فتنة الدين تاعنا دين لا يعرف إنه ميل كسي درنا ألوك تلاقيش مرك وين لقى سؤال ده وهذا مساجد ميل ما عرفتي إيمان كدت كأي مرك ما إيش النبي يقول لي هاي من تشرف لها تستشرفه أي من تضلع إليها ما عرفتي بأن يتسدى ويتعرض لها نبي صلى الله عليه وسلم قفكي مرك فتنة سكوبان لها oo maaragtay qoorta usoo taaga maaragtay way halaagaysaa fitnadaas ayaa halaagaysa waxyaalaha fitanka keena waxaa ka mid ah qofkinuu fitno ku dhaco diinta iska fitnoobo alkhawdu fiiha bilalsina inuu qofku fitankii iyo waxyaalaha fitanka keena iyo carabkiisa uu maanta o dhan uu ku hayo isagii fitnadii kuma jiro laakiin carabkiisu maanta o dhan carabkiisii baa ku jira ha gabayada maaragtay laisku tiriyo maaragtay qabiiliyada iyo waxaasu akrinayaayo fadhika dururku fadhiyaayo aakhirka ninkii waa ku dhacaysaa marka walidaalika iyadana waxaana la amray in aanu xataa dadka yaryar inaanu uga sheekayn wax aan cuquushooda aysan qaadi karin haddii kale waa ku fitnoobaya maa anta bimuxadathin qowman xadiian laa tabluquhu cuquuluhum ila kana libacdin fitna cabdillaahi ibn mascuud ayaa yidhi radia allahu tacaala can yacni dad haddaa uga sheekaysid wax cuquushooda ka weyn dadkii diintooda inay ka fitnoobaan ayaa khatar u yihiin marka waxyaalaha fitanka inaa carabkaaga ka ilaalisid ayaa loo baahay waxyaalaha keena inuu qofku diintiisa ka fitnoobo oo uu qofku zayq oo xaqa inuu ka bayro ama bidca uu ku dhaco ku keena waxaa ka mid ah inuu qofku daliilkii naskii kitaabkii ilaahayiyo sunnadii nabi maxamed sal allahu alayi wasalam inuu ka hormariyo ra'yigiisa ama ra'yi qof kale uu leeyahay hebel baa saas yiri uu dhaho hebel baa saas yiri ama heblaa saas tiri ama maaragtay iyadoo meeshan aayad iyo xadiid ay yaallaan nebigu sal allahu alayi wasalam wuxuu noo sheegay calaamaatu saaca saacaddii qiyaama inay dhacayso calaamadaha lagu garto inay soo dhowaatay waaba dhacaysaaye inay taagan tahay ama soo dhowaatay calaamadaha lagu garto kathratu alfitan fitanku inay badanayaan buu nebigu noo sheegay sal allahu alayi wasalam oo sebanba sebanu kasii dambeeya fitankiisu ay kasii badanayaan oo qofka diintiisa laga fitnaynayo oo qofka maalkiisa laga fitnaynayo oo qofka naftiisa laga fitnaynayo abu hureyra wuxuu nebiga ka maqlay sal allahu alayi wasalam wuxuu yidhi nebigu yuqbadu lcilm aakhiri zamaanka markii la gaaro cilmiga ayaa la qabanaya waa la qaadayaa cilmiga yuqbadu alcilm wayadharu aljahlu
وحا ظاهر نقول يا بدني جهلي يا بدني والفتن وحا بدني فتن كايغون بدن دونا ويكثر الهرج وحا بدن دونا هرجي وحا ليراد صحابتي مر كلمه داس كلمه كل عصب يا هيد او وحي دهين وما الهرج هرجك محو يا رسول الله مركاسو وحو يا النبي صلى الله عليه الصحابي حديث سوري هكذا بيده النبي ساسو قعنتي سو اشاري فحرفها صحابي قعنتي سايو ساس او بقول لي حيي ما ركتي يريد القتل سو اولجيد يعني قورتا الاسكا غوينيا اسدلك ايا بدنيه اسدلك ايا بدنيه اد او بدنيه مركا نبيكو مركو نو ورميو اومديس او ورميا فتنك ييني فتنكو بدن دونا ما اهن انو او شيغيو اخبار كليه او ورميو او خبر كليه ما اهن اي ما خا كجرا تحذير با كجرا digid oo kaga digayo fitanka inaynu horboodno waxa kale ku jira at-takhwif at-ta'arud laha baqdin galina la ka baqdin galinayo inaynu fitanka aanu lugta la galno oo aanu ka qayb qaadano ba ma aragtay iyo dhanka kalena boorina la ku boorinayo in aynu fitanka ka hortago oo asbaabta fitankaas aan yareyno waa la yareyn kara ma aragtay fitanka oo si kasto ay u bataan macnaheedu ma aha in la is dhiibo oo la yiraahdo nabigii baa sheegay inuu fitan uu dhici doono la isleyn doono maxaan ka qaban karnaa maya waa lagu sheegay laakiin haddana waxaa lagu sheegay cilaajkii jiradiina waa lagu sheegay cilaajkiina waa lagu sheegay waxaa kaloo ku jira akhbaarida uu nabigu noo sheegayo fitankaas iyo inay aakhiru zamaan dhici doonaan in aynu u diyaar garowno isticdaad u laha يا ديار غرو ريدي انا نقطة فتن يدعي دونا انا ديار غرو دي ديار غرو غاس نوحو كان سنة يا اسبابي ديار غرو غا وا ايمان كاغا انا بميلا فتن كد اراتيد انا بميلا خير كود واتيد وهكذا مقداد ابن الاسود واحا او ييري قال وحو ييري سحابي غاس ايم الله الهي بان كل ارتي لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحن مقلي وانو ان دغيستي وير نبيغو اوله ان السعيد لمن جنب الفتن قفك الليباني وقفك فتنك لغا ديريو ان السعيد وحا سعيد او ليباني بو نبيغو لمن جنب الفتن قفك فتنك لغا ديريو نبيغو صدح جير بو كعلي كلمه داس ان السعيد لمن جنب الفتن مكاسو وحو كو دري ماركي افراد ولا من ابتلي فصبر فواها لبدا قف ايا ليباني قفكي الهي او فيتنك كدهريو قفكي الهي فيتنك او كدهريو قفكي الهي فيتنك كده ما هي هي خنا ويل عليه بك وحا لا يابا قفكي سي كاستو ايمان او ليهي ان فيتنك مركو كدعه او صبري وايو او او ميشاس كو بريقه با لا يابا هاي سدين مركا anu imaan baan leeyahay anu sheekh baan ahay ma dhimaan waa ka dabaalan kara maya fitan ka xarar meesha ku aragtay waa iyada ma aragtay maxuu nabiga noo amray masiixu dajjal inaan mar walba aan inaan na'uudu billahi min fitan masiixu dajjal laana fitantii soo fitan caadima way marka nabiga wuxuu yiri qofka liibaanay waa qofka ilaahay fitnada ka dheereeyay qofka liibaanay waa qofka ilaahay fitnada ka dheereeyay iyo qofki fitnadii ku dhaca laakiin ku sabra ku sabra نبي الله أيوب وأقول إن فتنة دي كل عادي وكل صبر يا أنبياء دي إلهي يقولوا على الفتنة وكل صبر دين تو يكون صبر يا نبي بعد حديث كه دايت أن قيب كشيء نوحير بدك هروال لامتحان من شار إيو معركة ما ده حلو بالو مرسين شري دين تو أنا كميس نقوم شرين دين تو وكل صبر شرين مركا قفك الليباني وقفك عسل ولا قف أي الليباني قفك إلهي وفتنة وقدر سبحانه وتعالى ولذلك النبي إلهي بكما انقلت لي نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن إلهي بان كما انقلنا فتن كقوة مغضية قوة قرصومبا واقع عمر كان إنه ما أنت كنو النهاي عالم كان إنه ما أنت شوقنو قود أهان قال أهان ودمنا وسترين كا وحيالا بضن وحان هريا له قفك مسلم كا خطركو دينتيسا يا دقنكيسا يا نولوشيسا يا اخرديسا خطركو وحا ادو بدن سين اوغناهي شهواتكي وشبهاتكي با ادو بدن
إقراءاتك وحيالها دلدلالك أدونك وحيالها مارك قفك مارك إلحاد مارك تي أسو تشي دي وحيالها قفك مارك شكي وكو دي وحيالها سآد بأبدني وقتي وحن شوقنا لقوم مثالين كرسيد النبي يري القابد على ديني كالقابد على الجمر قفك الدين تي سكودة جن وحاول لمدي قف لحل كعنت كوها يستقوك عليه أيوه لمدي لحل وكوجو بيسا سما كعنت دار لحل وعداد كعنت كوكب ستيد وكوجو بيسا أحبلا ما هينكرت واسك توريسا قفك الدين تي سكودة جن وقفك عصوك عليه أجر بدن بون ليه سيد النبي صلى الله عليه وسلم وقت لفيتن كجو الحجاب كده كدكتو ويلكو دينتي سي اخلاقتي كله صلاة دادا اسن كاتين ان عدنا على كبغين عدنا على غو مجاملين دينتا لأد برود كنو قطيد آد ماركت مسلم باتاي كالتر بالله دقن بالله عادة الله ماركتي مركز وقفكي صبرا ماركتي ونبي ويلي صلى الله عليه وسلم وحا آدو بان او فتن كقفك سيبان اللي يرادا آد اسو تشيد مارك فتن اني كله عن خطر اي وجران كواب بانونا مرتدين اركينا او دينتي كبحي اي اركيان كوار بدن أو متراجعين وحق يدب وجن قدر أي أركيان كوار بدن أو واحد أركيان إلهي لميه أو أم تشجوين هري أما وحيل نعاسة قف ما كحل يا إنه كوك تسومه أو إلى هذا عادي ما عرفتي وحن قول لجنتها إن كان بوحص ولا ما جورا ما عساش تذكر ما كي أركان عن هيستوري عن واحد بدن كسو آخرين يصير دائرتا يقفل بو عن هيستوري آخرين أو أركو أعداد إسلامكو سيدا أي عالم الإسلامي أي دوشو وصارنتهاي إيا مسلمين سيدا أي دب ودعين وحو إسلاميها وداد كان دب ودعان إيا وحا وحا وفلا وحا وغو عمبا دين تان إسلامك وحا دي دين تان لغتق لهور مريلا لكن هدو تاريخ وغفك آخريو وحو غان إياه إن مسلمين تو حضارة عالمكو يوغو أي كوكا أهايين وحتى حضارة المانتا وسرينكو أي كفانا إياه إياقو بسيدا أي قولين أي قرين إن سببه أهاي الإسلام، أو إن بقردي إنجليز كي وسترن كواجهور أي أندلس عروته للمسلمين تقدر سنترين، إن مروحة عالم كان صامر تعروته وسترنكو، أي مارك تي أي كفاني ترين كلمة عربية نكو هذلا، وعلى عجيب كا وأنا أخري وحكم مدة بابيه هاي استيفات كان كأياب وحسوجي ياري أساقفة دي عن علماء دي كريستان كمركم مدة وياهس، وحويل عروته نقص فكري با مارك تي كودعي وحوي عروتي مسلمين تا اي تقليدينيا ويلشي خميسيه دي عربتي قادنيا ويلشي خميسيه دي عربتي قادنيا ويلكو مركو غبر جيلاده وحبك ايو دحايا كلمه دا اي لوف يو مش هدا لا دو واي اس دنيرد وحي تقليدين جيرين اسلام كي اني وحبك اي دحان وا دنيرد او وسترن كاي وان مسلم كان هاي ماركا ادنيدان وحي وي وتلك الايام نداولها بين الناس أسباب المسلمين تعذبوا لعين الدين تودا معنا والدين تودا أي كل إحدين أيها كنتي إني ذبوا لعان وأنا ماشى أي عدو بإسلامك أي هلان إني سن بلن يرادا يو جنريشن هذا صوص على إسن دينتي أي سن كل جينة لقى لما ويليو أما لقى انحرافيو أما لقى دوا معايا لهدي دين تودا أي كل جامح أوجيهن إني أودي يحطار دي إسلامك أي صان قانس وحيالها قفك مسلم كعسيب داير فتن كوك كان وحا كميدا وحان ليرا هدو غلوبسيشن كاما اما 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 العولما انفتاحا عالم كو اسكنو قد وحس كفورا وعالم كي واجهور وحا الليتري وايد حاس وحا الليتري اصبح العالم قرية دا الليتري عالم كي وحن وقد سيدي طولو اوكالي لكن هدا هنتي قرية ماهني اصبح العالم بالليك لا قرفة عالم كده هل قول إن لو ذا شو هو كله بونقذ قول كليه أدوه ذا شو ها قول كليه أدوه ذا شو أي عالم كده وحيلها مارك مركا ميديا وحيلها سوشيال ميديا فريق كبت إنترنت كان فتن كي أي وحي أسهليان دتك سيبقى لنيرة بفتن أسهليان وحيلها صدام وحيلها فتن ك لقيا بقفك وحيلها كلو إنه أرك إنه وحكم ده معاصي ولا لجهريو wiilkii gabadhii markay arkaan kuwi kale gaalada ah duqeyda isku haysta iyo ma aragtay fitan weeye maar diintooda laga fitneeyo ama macsa ay ku dhacaan bay khatar bay u yihiin ma aragtay nabi wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam waxyaalihii yadaan ku khatimayna insha Allah ta'ala waxyaalihii qofka muslimka ah fitankaas faraha badan ee dhacaya waxyaalaha sida uga gaashaaman karo
oo hadii aad ku dhagtid oo aad si fiican u dhagaysatid ilaahay inuu ku badbaadiyo ama caruurtaada ehelka ku badbaadiyo ayay u badan tahay. Awalan, qofka muslimka ah waxaa loo baahan yahay alxirsu cala alcibaada, inuu cibaadada ku dadaalo. Imaam muslim wuxuu saxiixiisa ku soo saaray xadiis uu ka waliyay macqal ibnu yasaar radia allahu tacaala canhu, nebigu inuu yidhi sal allahu calayh wasalam, alcibaadatu fi lharj, alharjana waa fitnada wey, cibaadada la cibaadaysto waqtiga fitanku ay badan yihiin, ka hijratun ilaya, waaba waxay la ajar tahay adiga oo waqtigii nebi madiine usoo hijrooday oo kale, ajarkii muhaajiriinta oo kale ayaad helaysaa, ajarkii muhaajiriintu ay heli lahaayeen oo kale ayaa helaysa waqtigan fitanku ay badan yihiin, in qofku uu cibaadada uu badsado oo ilaahay uu caabudo oo ilaahay uu aad iyo aada u xirnaado. Marka xadiidkaas waxuu aada noogu tarqiibinaya, aada noogu boorinaya inaan ilaahay caabudno cibaadada qofka muslimka uu labanlaabo. Faraa'ida keliya ha la imaan, soonkii la imo, tahajudkii la imo, soon maaragta sunnaad soon, sida dhalinyaradooda ogtihi nebigu inuu yidhi yaa macshara shabaab man istataaca minkum ulbaa'a falyatasawaj, kiinii awooda dhalinyaro guursada, guurka u degdega, wiilal iyo gabdhaba, awood haddaa leeda, awooddaas culimmadu waxay dhaheen awooddaas waxa weeye awood maaragtay xag physical iyo financial labadaba, baa'adu waxa weeye qofku inuu fit uu yahay jisimkiisa uu awood u leeyahay iyo inuu dhaqaalena uu haysto. Haddii marka aad kartaan guursada, haddii laakiin aydin guurkii waqti u ahayn, waxaa loo baahan yahay in aad samaystaan wax liyaa soom, inaad soomtaan, waa cibaadadii marka aynu ka hadlaynay inuu qofku maaragtay uu cibaadaysto. waxyaalaha maaragtay qofka muslimka ah waqtiga fitanka lagu jiro ilaahay uu ku badbaadiya waxaa ka mid a inuu ducada ilaahay uu badiyo, ilaahay inuu baryo, ilaahay inuu fitanka ka badbaadiyo subxaana wa tacaala. tacawaduu billaahi min alfitani maa dahara minha wama batan, rawaahu imaamu muslim. nebigu wuxuu yihi sallallahu calayh wasalam, ilaahay ka mangala fitanka kuwooda daahirka iyo kuwooda. marka qofku inuu ilaahay isku jajabiyo, ilaahay inuu caruurtiisa ilmihiisa habeenbarkii caruurta ilaahay inuu ilaahay u baryo, ilaahay inuu caruurta maaragtay caruurteena noo badbaadiyo, ilaahay muslimiinta inuu fitan ka ilaaliyo, inuu qofku uu baryada uu badiyo ayaa loo baahan yahay. nebigu sallallahu calayh wasalam aada wuxuu ugu celinjiyey yaa muqallib alquluub thabit qalbii calaa diinik, ilaahayga quluubtaga gadiyo, qalbigayga diinta ku sug. saas ayuu nebigu u dhihi jiray markii ay weydiisay maaragtay umu salama, nebiga markii ay weydiisay yaa rasuulullah, ducadaas aada baa ugu celcelisaa. wuxuu yidhi maaragtay nebigu, yaa umu salama, innahu laysa aadamiyun ilaa waqalbuhu bayna asbucayni min asaabici araxmaan faman shaaa qaama waman shaaa zaaq. qof kastoo bini aadama maaragtay qalbigiisa ilaahay farihiisa dhexdooda ayay ku jiraan. marka qofku doonana ilaahay wuu toosiyaa qalbigiisa, waa qofki ilaahay barya, waa qofki jidkii ambiyada iyo rusushii saalixiinta qaado, qofkii doona ilaahay qalbigiisa wuu leexiya. marka ilaahay waxaan ka baryaya, rabbana laa tusiq quluubana bacda id hadaytana wahab lanaa min ladunka raxma, qofku inuu ku ducaysto oo qofku u dhaho yaa muqallib alquluub thabit qalbii calaa diinik, waxyaalaha loo baahan yahay ayay ka mid tahay. waxyaalaha qofku loo baahan yahay inuu qofku uu aada ugu tadaburo waaqaca iyo xaalka la joogo, qaflada iyo hawtalhamajnimadana uu ka dheeraado, oo waxyaalaha qofka fitanka usoo jiida waxaa ka mid a inuu qofku hawtalhamaj iska yahay. hawtalhamaj ma taqaanin? qof iska qaafilo, aan ka warqabi waxa hareerihiis ka dhacaya, communitigiis waxa ka dhacaya, bulshada maaragtay waa dhamaadsan bulshada waxa maaragtay hadduu alla kuu runyo wahaa kada. marka qofka muslimka waxaa loo baahan yahay inuu noqdo qof saaxi ah, qof maaragtay baraarugsan, qof ilmihiisa ka warqaba meeshay aadaan, ciday la saaxiibaan, internetka meelaha websayada ay galaan, internetka inuu garanayo barenty maaragtay waxaa jira wax la barenty controli karo ilmihiisa, meelo websayada qaarkood aad broadbank ka xiri kartid websayada aysan geli karin. qof muslimka inuu u yahay levelka casriga uu joogo, qof muntabiha waa inuu yahay. hooyaa waxay dhahaysaa gabadhaydu waa fiican tahayo guriga kama baxay, qolkaas ay igu jirtaa bay dhahaysaa, qolkiin internet bay ku haysa. waxaa la yaabaa mid london jooga ama maraykan jooga inay iskala sheekayso ama wax xun ay fiirsanayso oo tii banaanka aaday ay iyadu ka daran tahay laga yaaba. marka inuu qofku saas yahaa loo baahan yahay. midda kaloo muhiimka, qofku fitanka markii uu ku dhacaan inuu sabro ayaa loo baahan yahay, oo ku sabro
ee ma aragtay nabiguna waa tii uu sheegay sal alla alay waslam maalmo khatar ayaa idinka dambaysa oo loo baahanya qofku inuu diintiisa uu ku sabro ilahay waxaan ka baryaynaa subxana wa tacaala fitanka inoga nabadgeliyo duriyaddeena